المحاضرة دي هتكون عن المحاضرة دي هتكون عن ميديكال تكنولوجي، خاص بشعبة الأشعة، بس ما تختلفش كتير عن الكلام اللي احنا قلناه. تمام. هتلاقيها دول 130 صفحة بس، كل ده كلام يعني تفصيل زائد. هيومن بودي يعني دكتور، هو الأسئلة بتيجي إزاي على ال... نعم، هي الأسئلة بتيجي إزاي؟ أنا بعت نماذج أسئلة للميديكال تكنولوجي والتشريح، بعتها على جروبات وهنراجعها مع بعض. لو عايزين نراجعها مع بعض على زوم قولوا لي، لو عايزين نراجعها مع بعض في المعهد قولوا لي، بس في المعهد مش هيبقى فيه وقت غالبا لأن الوقت المتبقي لا لو هيبقى طب احنا فضلنا كتير عشان نخلص ولا؟ مثلا في التشريح، بس هياخد محاضرة أو محاضرتين، فيدوبك على قد الوقت المتبقي من المحاضرات في المعهد. طيب درجات المحاضرات من الترم خدها ولا لسه؟ نعم، درجات من الترم أنا قلت الكلام ده سببك أنت بترجع لزمان. each level is built from the following levels، يعني الخلايا هي الوحدة التكوينية للأنسجة، والأنسجة هي اللي بتكون الأورجانز، والأورجانز هي اللي بتكون السيستم، والسيستم الأجهزة المختلفة بتكون جسم الإنسان. هنبدأ بالسكيتل. الجمجمة مكونة من كرينيوم وفيشال بون، ده كرينيوم اللي هو التجويف دوت، والفيشال بون اللي هي عظام الرجل. الكرينيوم دي مكونة من 8 عظام، واحدة فرونتال واحدة أوكسيبيتال، 2 بارايتال، 2 تيمبورال، 2 سكافو، 2 سفينويدال اللي هم الأصفر الناحية دي والناحية التانية، في سفينويدال بون بتبقى من جوه هنا برضه من ناحيتين. أما الفاشل هيبقى ليها بقى مجزلة زي جوما، ليها أسامي تانية. الكرينيوم ده معمول اللي هو التجويف اللي حوالين المخ ده معمول عشان يحمي الدماغ، وفي كذا عظمة، في واحدة فرونتال اللي هي الجبهة، واحدة أوكسيبيتال اللي هي من ورا، 2 بارايتال، البارايتال من الجنب لفوق، والتمبورال من الجنب لتحت، واتنين سفينودال اللي هي دي على طول اللي هي هنا اللي هي دي الصفرة، واتنين اثمويدال اللي هي بتبقى بعد عظمة الأنف من جوه، يعني جنب يعني جنب العين من جوه أو في تجويف الجوح العين. سوتشوز اللي هي المفاصل اللي ما بين، احنا قلنا سوتشوز دي من الفايبرس جوينتس، مفصل فايبرس اللي هم بين العظام جوه. يبقى ادي بارايتال، ادي تمبورال، ادي سفينويدال، ادي فرونتال، ادي اوكسيبيتال، ادي سمويدال. تمام. يعني قسمت العظم مش يعني لو عايزين تعرفوا، دي زيجوما، وده مجزلة، وده المانديبول، الفك العلوي والفك السفلي. يبقى مندب الفك السفلي، مجزلة، فك علوي، وزيجومات البون اللي هي اللي بتعمل عظمة الخد دي اللي هي دي، والنيزل بون اللي هي بتعمل بتكون جزء من شكل الأنف. بقية الأنف بتبقى غضروف، يعني الأنف بتبقى كده، بتبقى الحتة دي غضروفية. السباين زي ما انتوا عارفين 7 سيرفيكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 كوكيكس، 3 4 5 ساكوم، 3 4 كوكيكس،
والفيرتبرا بيبقى فيرتبرا البادي قدام والأرش ورا، في سباينس بروسيس واتنين ترانسفيرس بروسيس، ريبس 12، بيرد يعني 12 يمين 12 شمال، ماسكين معظمهم ماسكين قدام في الاسترنم، مو كلهم ماسكين ورا في الثوراسيك فيرتبري. جزء من عظام الكتف اللي هي السكابولا اللي هي لوح الكتف، وده منظر من الخلف، خلف السكابولا أو السطح الخلفي من السكابولا بيطلع جهوز اسمه سباين اللي هو دوت، والسباين أخوه بيدي بروستين اسمه الأكوامي اللي في القدام علشان يمسك مع اللاترال إند أوف كلافيكل. وقلنا أدي كلافيكل شكلها واخد حرف اس، ده من فوق ودي من تحت، ده اللاترال اند وده ميديال اند، زي هي لونج بون، فزي ما بنقول ده بوكس لسه، بس بما انها هوريزونتال فبقى في ميديال و لاترال اند. الميديال اند في كلافيكل ماسك في السنم، والسنم مكون من 3 اجزاء، مانوبيوم اللي هو يد، بودي اللي هو ده، بيزي فويد بوسيس اللي هي عاملة زي الخنجر، يد وجسم وسن. فالقفص الصدري أو منطقة الصدر يعني هي المقصود بيها ثوراسيك فيجن، مش يعني دي منطقة الكتف والصدر، يعني هيبقى فيها كلافيكل، هيبقى فيها ريبس، هيبقى فيها سكابلو، هيبقى فيها بوكس والهيومرس. الهيومرس هي عظمة الذراع لونج بون، ففي بوكسيمال اند ديسل اند وشافت، وقلنا بوكسيمال اند هيد وانتروبوكال نيك، وهنا في السيرجيكال نيك، ده الشافت والديسل اند، في هنا تروكليا البقرة وكابيتولوم بليا. انتروبوكال السيرجيكال نيك بيلف حواليها عصب اسمه اوكسيلاري نيرف، الشفت بيلف حواليه عصب اسمه الفيديال نيرف، هكذا الفيديال سواء عندنا لونج بونز، بوكسيمال اند، بوكسيمال اند، ديستال اند، ديستال اند، بس الفيديال سواء عندنا اكس عبد الرحيم بعد سعد، عبد الفيديال الرحيم سعد، الفيديال الهيد بتاعها بوكسيمال، الالنا الهيد بتاعها ديستال، وفي ديستال في ألنا ميديا ستيرويد وألنا ستيرويد، هو ستيرويد بوستس يعني جوز عظمي، وميديا للفيديس وألنا للألنا، يبقى هنا الهدف ألنا، هنا الهدف فيديس، وميديا نيكو فيديس بيلف حواليها عصب اسمه بسيو انتو اسس، فرع من الفيديال نيرف، وقلنا ده لو اتقطع بيعمل فينجر دروب، أما الفيديال نيرف اللي فوق لو اتقطع بيعمل ريس عند فينجر دروب. عظام ال زي ما انتم شايفين مفيش حاجة جديدة. عظام الكربال بونز هما 8، أهم واحدة قلنا الاسكافويد دي بيحصل فيها كسور كثيرة، وكلهم شورت بون إلا البيزي فورم اللي هي دي بتبقى سيسموئيد، يلي كربالز ميتا كربالز، وقلنا ميتا يعني بعد، ميتا كربالز أو بجوار، ميتا يعني بجوار. يبقى كاربلز، ميتا كاربلز، فرنجيز، بروكسيمال ميدل او انترميديت ديستال، بروكسيمال ديستال في الثمب، وقلنا ده كاربو ميتا كاربل جوينت، كاربو ميتا كاربل جوينت، سكند ثيرد فورث فيفث كاربو ميتا كاربل جوينت، والفيرست كاربو ميتا كاربل جوينت هيبقى اسمه بازيلار جوينت، هنا ميتا كاربو فارنجيال جوينت، سكند ثيرد فورث فيفث فورث فيفث متقابل فرنجل جوينت، وهنا انتر فرنجل بروكسيمال انتر فرنجل ديستال. والمختصرات احنا قلناها قبل كده يعني نأكد عليها برضو، قلنا هنا سي ام سي كابو متقابل، هنا متقابل فرنجل جوينت، هنا بروكسيمال انتر فرنجيال جوينت، هنا ديستال انتر فرنجيال جوينت، الثمب عنده
انت في انجل جونت على طول، مفيش بوكس ميديس الا هو واحد، ولا اسمه هو فيست فيست اب، ومتقبل جونت هو اسمه بازيلا. يبقى بني آدم مستعمل 1 2 3 4 5 سواء كربون كربون متقبل سواء متقبل بون سواء متقبل فرنجي جونز. أي أسئلة؟ عبد العزيز، عبد العزيز، يبقى هنا نفس الكلام اللي قلناه، مفيش حاجة جديدة. لو لين فيمر ونا فيمر يقارن بروكسيمال ديس لأنده شافت زي الونجون، بروكسيمال أند في هيد إنك طول شوية في 2 توكانتاز جريتر وليسر، وفي إنك شفت أنجل بتبقى في حدود 130 135. الركبة فيها صابون وركبة الباتيلا اللي هي اللارجست سيسمي بون في البودي embedded within the quadriceps tendon. يبقى within the quadriceps tendon، احنا قلنا quadriceps tendon هو وتر العضلة الرباعية. يوني يعني واحد، باي يعني 2، زي بايسبس يعني 2 اللي هو 20، تراي يعني 3، زي تراسبس 3 فلوس، كواد كواد بي أو كواد يعني 4، زي كواديسبس ليها 4 فلوس. لو لمب فيبيا وتبيا، التبع العظمة الداخلية في العظمة الخارجية، الأشياء دي مش عظم التحميل، فإحنا بنمشي على التبع. أما المهم في الفيبرا اللي هي الديستال إند اللي هو اسمه لاترال مالوس، ده مهم في ثبات مفصل الكاحل، لأنه بيكون حاجة اسمها الأنكل موتش اللي هو التيرس عظمة الكاحل، معمول لها تجويف مكون من الميديال مالوس واللاترال مالوس. لازم الاتنين دول يكونوا ثابتين، الميديا واللاترال، علشان المصل يبقى ثابت ومتقن. ده منظر مورتس فيو اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، شبه الاي بي بس بلوحة سنة 15 درجة للداخل، وده اللاترال فيو على الأنكل، ودي عظام الكاحل. تارسال بون، التيلس هي العظمة الرئيسية، يليها الكاكينيس تحتيها اللي احنا بنمشي عليها. قدام التيرس في النافيكولا، وبعد كده في صفر مكون من 4 عظام سيلز، يبقى 7 على بعض. زي ما قلنا ادي الكالكينيوس، ادي التيرس، ادي النافيكولا، يونيفورم 3 كيوبويد، لاترال واحدة بس. إذا تصل من يكلمك بس؟ مين بيكتب على سبورة شوية؟ اللي مش مهتم بالحاجة ممكن يطلع عادي. في 5 متراسلز بنعد من سبعة كبير، 1 2 3 4 5، زي اليد تراسل متتراسل، في السكند ثيرد فورث فيفث تراسل متتراسل جونز، وبرضه متتراسل فرنجال جونز زي العظام الفيست. إذا التوصف عند الجنت
وهنا فارسو وتتاسو جينز، وهنا تبقى انتر فرنجل زي ما قلنا مرة فاتت. فالانجيز بيكتو زي الثامب اتنين بس فالانجيز بوكسون وديستال، الباقيين زيهم زي الفينجر بوكسون انترميديات وديستال. البلفس قلنا البلفس ده عبارة عن حلقة من العظم، اتنين هيب بونز ماسكين من قدام في السين في البلفس، من ورا ماسكين مع بعض في السكرة عاملين حلقة متكاملة. يبقى بيلبس من قدام بيلبس وبيلبس ماسكين في السين في البلفس من قدام. الاسكيم ده اللي بنقعد عليها، والإليوم ماسك مع الساكرون في الساكرو إليوم جوينت اللي هو المفصل الوحيد اللي بيوصل الأجزاء السكليتون بالأبنديكولا اللي هو الليمب. كلام متكرر يعني. لارجست وسمولست يعني احنا بنقول سمولست هيبقى في عظام الإير الأذن في ثلاثة صغيرين، واللارجست ممكن نعتبرها الفيمر. الفيمر أكبر عظمة وأصغر عظام موجودة في الأذن الوسطى من الإير اسمهم ستيبس وإنكاس وميلاس، ثلاثة عظام في الإير يعني. أو عرفوا إن الإير في الأذن الوسطى فيها ثلاثة عظام صغيرة أو أصغر عظام موجودة في الأذن الوسطى. organs of the body يعني برضو ده تشريح برضو بشكل عام، مش الصحة الطبية ده صحة تشريحية. frontal loop اللي هو الفص ده المخ، الفص الأمامي، parietal loop، temporal loop، سيبتال لوب، سيربيليوم، سيربيليوم المخيخ اللي هو مسؤول عن التوازن، تمبورال لوب ده المسؤول عن السمع، فرونتال لوب مسؤول عن الذاكرة، سيبتال لوب مسؤول عن البصر، بارتال لوب مسؤول عن في هنا جزء مسؤول عن الإحساس، وبرده فرونتال لوب في جزء مسؤول عن الحركة، يعني هنا الذاكرة قدام والحركة مركز الحركة بيبقى هنا، هنا مركز الإحساس. وبرضه مركز الكلام بيبقى في الناحية الشمال في الجزء الأول. هيمسفير أدي في نص يمين ونص شمال، يعني مش مهم تعرف اسمه دي أوي. ده برضه تشريح يعني تركية. الجزء التنفسي مكون من حنجرة لارنكس يعني تركية. التركية بتنقسم لبرونكس يمين وشمال، والبرونكس بتنقسم لبرونكاي أصغر وأصغر، بعد كده تبقى برونكيولز شعب هوائية صغير، وبرونكيولز آخرها في الآخر خالص الألفيولاي أو الألفيولاي سيكس اللي هي بوص الهوائية. يبقى الشعب الهوائية الكبير اسمها برونكاي، والشعب الهوائية الصغيرة اسمها برونكيولز أو برونكيولاي جمع، والألفيولاي سيكس اللي هي بوصلات الهوائية. وده الدفرام الحجاب الحاجز اللي بيفصل بين تجويف الثدي وتجويف المعدة، وده في التنفس العميق بيحصل له كونتراكشن علشان يزق مكونات البطن من تحت علشان يوسع تجويف الصدر عشان بقى تتنفخ وتتملى هواء. القلب واحد من مكونات تجويف الصدر. المعدة فيها الكبد على الناحية اليمين، ودي جول بلادر اللي هي كيس المرارة، جول بلادر كيس المرارة اللي هو بيخزن العصور الصفائية، لأن العصور الصفائية بتصنع في الكبد بس بتخزن في المرارة، لكن المرارة مش بتصنع العصور الصفائية. ودي القنوات المرارية، كان ده طحال سبلين بيدور في المناعة وبيخزن دم. المعدة موجودة على الناحية الشمال، يبقى الكبد موجود في الجزء اللي فوق على اليمين من تجويف البطن، المعدة موجودة في الجزء اللي فوق على الشمال من تجويف البطن. هي بتفتح فيها المريء
وبتفضي في الاثنى عشر اللي هو الديودينم. بعد الديودينم هيجي جيجينم اللي هو الأمعاء الدقيقة، يبقى مكونة من ديودينم جيجينم وإليوم. يبقى الأمعاء الدقيقة اسمه الانتستين 3 أجزاء، بعد المعدة في ديودينم، وبعد الديودينم في جيجينم، بعد الجيجينم في الإليوم. الديودينم اللي هو الاثنى عشر واخد حرف سين، التجويف بتاع سي ده بينام البنكرياس أو رأس البنكرياس، فده رأس البنكرياس بتبقى نايمة في التجويف بتاع حرف سي بتاع الديودينم. الخواص الحواس الخمسة يعني أنت أكيد أنتوا عارفينها، حس السمع من الودن، حس البصر من الهيلينج من الإير، سايت من الآي، تيست من التانج، التذوق تاتش، اللمس من السكين، سميل من النوز، شم. زي ما انتم عارفين المصطلح الطبي يتكون موجود، ممكن نزود عليه suffix أو ممكن نزود عليه prefix، ده المفيد يعني. ممكن نكتب دوت ولا الكلام ده كله باول و ديا نوت يعني. يبقى بوت أنا كارديو، يبقى دايما العضو أنا بوت كارد، وزودنا suffix itis أنا بوت كارديوم، وزودنا قبليه prefix باري، قلنا الكلام ده عشرات المرات. وبنحط ال O علشان نلحم ما بين المقاطع يعني. فالبوت ده ممكن يبقى عضو أو ممكن يبقى مواد أو خلية suffix، قلنا لأشياء متعددة. الميزة هنا إن دي سبب التعوية، فإبتومي منين ما تكون بتبقى بمعنى أكسجين، ألجيا معنى بين، إيميا يعني دم. هنا إيميا دي مش سفكس، هنا إيميا دي بوت يجي قبلها بفكس يعني. يعني هنا ده أنا شايف إن دي غلطة. إيميا الإيميا هي بوز، والليوك اللي هي تعتبر بريفكس مش العكس. الإم هنا الأصل هو روت اللي هو مفصل، والإم هو سفكس. قلنا أولوجي برضو يعني علم، أولوجيست يعني متخصص أو عالم. البريفكس نفس الكلام بيجي في الأول، سب بس يعني سب يعني تحت، ترانس يعني من خلال، ريتبو يعني خلف، ريتبو بس يعني خلف المعدة، ترانس بس من خلال المعدة، سب بس تحت المعدة. دي برضه حاجات تجميع ممكن تذكروها، احنا قلناها بأشكال وأمثلة مختلفة. هو نفس المنهج يعني. هنا أنتي يعني أجنست، أنتي هنا يعني بيفور ماشي، هايبر وهايبر عكس بعض. ده طبعا كلام ملهوش كلام في النطق يعني، أرثروسكوب نوت أرثروسكوب يعني. هنا بيحط بنضيف ال O علشان نوصل ما بين الروت والسافكس أو الروت والجرافكس. كارديو أو صوت، بايو يعني لايف، كاسينو يعني كانسر، كارديو كيمو ديرمو، جاستو هيماتو، اميونو يعني مناعي، نافو كالوري، نيورو عصبي، أوفثالمو بصري أو عيني. قلنا الـ ECG، الكتبو كارديو جرام اللي هو رسم القلب، الكتبو كارديو جرام الـ O لتوصيل أجزاء الكلمة مع بعض، جاستو انتولوجي
بس ماذا انتو امعاء بيولوجي دراسة هل في اتنين هوت بيولوجي هي سفكس امعاء بيولوجي بدل او للتوصيل هيماتولوجي هيماتوميجالي برضو للتوصيل جاستريك اك دي يعني جاستريك بصفة مش يعني اك دي مش سفر بس يعني معرفش ولا كده طب جاستريك ماشي الاك دي مش سفر يعني ملهاش معنى طب يعني تحت لو جاستريك يعني تحت المعدة يعني ادي بوت وادي بيفكس لكن اك دي متتحسبش سفر ميتو جاستريك نفس الكلام مخصوصات الدية هي ال دي ديبارتمنت يعني أسامي ال أقسام المستشفى اي دي يعني emergency department اللي هي غرفة الطوارئ أو قسم الطوارئ سي سي يو اللي هو عناية القلب كارديك انتنسيف كير يونت أو كارديك كير يونت تمام جي اي تي يو وحدة الجهاز الهضمي كارديك انتنسيف كير يونت برضه دي عناية القلب فهتلاقيها مصطلحات مختلفة دي بي آي سي يو اللي هي عناية الأطفال دي آي سي يو آي سي لوحدها العناية المركزة في برضه اتش دي يو اللي هي العناية الوسطية بروسيجرز يعني حاجات في الأشياء بتتعمل زي سي تي اللي هي الأعياد ام ار اي رنين مغناطيسي بيت سكان دي أشعة الأورام بي آر سي بي دي أشعة بتتعمل على أشعة بالمنظار بتتعمل على الجهاز الهضمي العلوي في حالة وجود حصوات في المرارة بالزيت في مخصصات مواردية زي OA OA يعني أوستيو أرثرايتس اللي هو خشونة في المفاصل أوستيو أرثرايتس أو إيه اللي هي روماتيزم في المفاصل روماتويد أرثرايتس فدي مختصرات متعارف عليها يعني مختصات الجامعة سي في يعني دي عضلة سي في يعني الجون جيرو كلوزز ام ار اس ام مثلا ام ار اس اي دي انا من انواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في التشريح في بعض الصعاب خاصة بالفصل قلنا زي اي سي جوينت او اكرونيو كلافيكولار جوينت ساكرو اليوب جوينت استنوا كلافيكولار جوينت دي ممكن تكون تارسو ميتا تارسا جوينت تمام فكل دي اختصارات متداولة ده بيستخدم لرمز الكسر الفانكشن لما يقول الفانكشن بقى يملك الفانكشن بناحية الرمز ده انتوا باقيين عارفين يعني ده بالمعنى التقريبي ده رمز للدرجة درجة حرارة مثلا ده يعني انش أنثى ذكر
جزء نيجاتيف أكبر أقل، يعني كده اللي بتطلع من الميثيلانا ستراكشر دي أكتر حاجة مستخدمة في البزنس في واحدة الرسالة، ده اختصار الستراكشر. يعني برضه احنا مش مستخدمة أوي. في اختصارات مثلا ايدز، مثلا الاختصار اللي هو نقص المناعة المكتسبة acquired immune deficiency syndrome acquired وايضا مكتسب immune deficiency نقص المناعة syndrome متلازمة NICU اللي هي عناية المختصين NICU neonatal اللي هو الطفل اللي لسه مولود neonatal intensive care unit يبقى عناية المختصين، ممكن نخليها بي بيدياتريك يبقى عناية الأطفال كابيج وانري ارتري بايباس جرافت اللي هي عمليات القلب المفتوح اللي هي توصيل إعادة توصيل شرايين الثدييه وانري اختصارها كابيج وانري ارتري بايباس جرافت جرافت يعني جرافت يعني رقعة تمام. دي أكتر حاجات منتشرة. في بقى أسامي حسب، هنا بيقول لك أسامي حسب العلماء أو الناس أطلقوا عمليات معينة على أمراض، أطلقوا اسمهم على أمراض معينة أو أجزاء تشريحية من اسمه زي فلوب إن تيوب اللي هي قناة فلوب، الزهايمرز نسبة للعالم دوت، أكيد نسبة لواحد في ال أو واحد من أبطال الأساطير الأوروبية، وبرونز برضه مرض في الجهاز الهضمي نسبة للفيزيشن الأمريكي دوت. وقلنا ديس يعني صعوبة ديسبيبسيا ديسليكيشن يعني خلع. كلام يعني متكرر مفيش حاجة مفيدة هنا أوي تتقال. هنا برضو هو فيديو سؤال من دي أو يقفل يعني متوقع مش مهم أوي، فهنفتح على الفيديو الصغير تاخد 10 دقايق ولا حاجة.